هاي حبايب قلبي، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير من الفيديو الماضي. اليوم حبايب قلبي رح نعمل أكلة كتير طيبة، مثل ما شايفين تحت بالعنوان. أكلة هيك غريبة عجيبة، بس هي صدقوني كتير سهلة. نحنا اللبنانية كتير منحب ناكلها، وخاصة أهل الشام وبعض الدول العربي اللي منحب نعملها. كيف هي؟ تابعوا لنهاية الفيديو، بس طبعا قبل حطي لايك كتير كبير للفيديو، واذا اول مرة بتشوفوني اشتركي هلا بالقناة، بس كلمة اشتراك او سبسكرايب حتى يوصلك مني كل شي جديد انا بنزله. انا عندي اليوم حبايب قلبي، عندي انا كوب من الحمص، الحمص الحاب. شو اقولكم انا رح اعمل بالحمص الحاب؟ خلونا هلا نباشر بالتحضير. بداية انا عندي هون جات، رح اسكب الحمص الحاب بقلبهم. هلا انا هون رح اغسلهم كتير منيح لنباشر بالخطوة التانية. وهون بعد ما انا غسلته كتير منيح صار عنا جاهز. بس انا حابة لكم اذا في عندكم كمان علب خالصة من الحمص الحب كمان ما بيأثر. هلا انا شو رح اعمل؟ رح جيب طنجرة وحطهم بقلبها وعلى النار حتى يستوي عنا الحمص. طبعا اذا انتم بدكم اياه تسرعوا عملية السلق، فيكم تنقعوهم من قبل بيوم بمي لتاني يوم، يعني بتحطوهم بالليل لتاني يوم بينفشوا لحالهم. هلا انا رح احطهم دغري مباشرة على النار. وهلا رح نجيب السخانة اللي رح نحط فيها الحمص. ورح نحطهم على النار. وهلا انا وضعتهم على النار حتى يستووا. وانا عندي هون حامضة بالاضافة لرأس الثوم. اول شيء انا رح اقشر الحامضة ورح نعصرها. رح نعصر الثانية. بدنا نحن بس حامضة واحدة. طبعا اذا عملتوا كمية كتير كبيرة من الحمص عصروا حامضتين. نحن عنا هون خبز الحامض مثل ما شايفين، رح نحطه على جنب. انا عندي هون راس الثوم رح نقشره. طبعا نحن هون بحاجة لراسين من الثوم، بس هو راس الثوم كبير فبيعمل اثنين. هلا انا رح اقشره بهيدا الشكل، شفتوا اسم الله شو كبير. هلا انا رح دقه الراسين. هلا انا رح بشرب الدق. هلا بعد ما دقيتهم كتير منيح رح احطهم على جنب. هون بلش يغلوا عنا. طبعا هيدي الرغوة من فوق لازم نشيلها. وهلا حبايبي انا رح جيب جار ورح جيب الحمصات يلي سلقتهم. رح نحط اول واحد، يعني هو تقريبا كوب، بس والله هني على السلق نفشوا. رح نحط بعد وحده، طبعا انا صفيته من المي. هذه الثانيه وهيدي الثالثه. هلا هون انا رح بشر بطحنهم. رح جيب الطحانه هيدي وبشر بطحنهم بهيدا الشكل. هون تقريبا رح يخلصوا معانا. فينا نعملهم على البلاندر اذا بتحبوا، بتحبوني كتير ناعمين، بس انا بحب اوصل لهيدي المرحلة. وهلا من بعد ما انا خلصت رح ضيف التوم عليه، طبعا اللي دقيناهم. بالإضافة رح ضيف الحامض. بسم الله. وبالإضافة رح ضيف الطحينة.
اوقات انا بقول بدي اضيف الطحين بفكره طحين، هو لا طحينه. هلا انا رح افتحها وراح احط فوقه، بس بدي فرجيكم. شايف هيدا الزيت؟ هذا زيت السمسم نحنا بنقوله، شايفينه؟ هيدا زيت السمسم، رح احط منه. هذا في منهم بيشتروه بس مشترى، بس هو بيطلع اوقات مع الطحينه. رح احط الطحين ما يقارب الثلاث معالق الكبار، بالإضافة رح احط الملح، بنحط حسب الرغبة. هلأ رح بشر بحركن. هلأ أنا عم بحركن رح ضيف فوقهم زيت الزيتون، هيك بتصير طعمة زيت الزيتون بقلبهم. رح نحركهم كتير منيح. طبعا نحنا بس نحط الحمص بنحط شوي، يعني ما يقارب هالقد كباية من المي بقلبهم. هلا وصلنا لطريقة التزيين، هون خلصت عنا الحمص مثل ما بقولوا، او نتبل الحمص، او لما نسميها المسبحة. هلا خلونا نزينها. اسم الله، من كباية عملت لثلاث صحون. هلا انا رح احط المسبح بقلب الصحن. بهيدا الشكل، يعني من كباية نحنا عملنا ثلاث صحون منها. طبعا انا هون تاركي شوية حمص ما طحنتن، رح نحطن هون بالنص بهيدا الشكل. هلا طريقة التزيين هيك. هلا نحنا شو رح نحط كمان؟ رح نحط هيك نزين على الجوانب بشوية حار. إذا ما بتحبوا الحار فيكم تحطوا البابريكا، كمان تعطينا طعمة كتير طيبة بهيدا الشكل. أنا عندي هون النعناع اليابسة، كمان رح أحط شوي بهيدا الشكل. الله، صار منظر الصحن بيعقد. وآخر شي رح نزينها بالبقدونس بهيدا الشكل. طبعا بقدونس بيعطيها منظر كتير حلو. واخر شي ورح ننهي، اخر شي رح نحط زيت الزيتون. بسم الله. وهلا انا صار بدي إلكن ريتو الف صحة وهنا، بتمنى انه يعجبكن هيدا المسبحة الهينة. وانا هلا صار بدي ودعكن، بحبكن كتير، بشوفكن بفيديو جديد اذا الله راد. باي باي، ما تنسوا اللايك.